يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم شباب في مقطع جديد على قناتكم دارك تون. عبد اليوم جاء لكم بمقطع المواقف المحرجة التي صارت معي أنا خصيصا. بالتأكيد جرت معي الكثير من المواقف، لكن حاليا أتذكر ثلاثة منها فقط. دون إطالة عليكم، إذا أردتم متابعتي على الانستغرام تفضلوا من هنا حتى نكبر العائلة الانستا دارك تون وتصير أحلى. ولنتوكل على الله لنبدأ. الموقف الأول، بعدما انتهى اليوم الدراسي ذهبت للبيت، غيرت ملابسي وخرجت ثانية من أجل استنشاق الهواء العذب البشري كما تعرفون. المهم، بينما كنت أتمشى رأيت فتاتين حلويتين قادمتين نحوي يتمشون في نفس الطريق التي أتمشى منه، فأشاروا إلي بيديهما هكذا وكانوا يبتسمون ابتسامة حلوة عارضة. المشكلة أنني ظننت أنهم يقصدونني، فرفعت يدي أنا أيضا وبدأت أضحك معهم هكذا وأشرت إليهم، ورأيت أنهما ينظران ورائي. والدشيد رأيت خلفي فرأيت المعلمة أوماغا هي التي كانوا يقصدونها. أنا بقي فمي مفتوح ومشيت أكملت طريقي. كنا في الشتاء لكنني كنت أحس بحرارة شديدة في جسمي. الموقف الثاني صار لي في الابتدائية. كما تعرفون كنت أخاف كثير من الأطباء وكل ما له علاقة باللون الأبيض. الكثير قال لي تخاف من اللون الأبيض وأنت ترتديه، صراحة لم ألاحظها. المهم، في الابتدائية مرة على مرة يزور الأطباء المدرسة من أجل الحقن. أو ما قال أكثر شيء كنت أخاف منه وهو الحقن. ويوم ما كنا ندرس عاديا حتى دخلوا علينا أصحاب الرداء الأبيض يحملون مجموعة من الحقائب، كانوا مخيفين. ظننت عملية الانتحار الجماعي، أنا دمي تجمد، قلبي توقف ولكنه يضر. المهم، بداية عملية الحقن لجميع الطلبة قد بدأت، وبدأ الأطباء يتشكون فيهم واحدا تلو الآخر. وأنا انتبهت ورأيت المكان الذي يضعون فيه الحقن ليس في بل في الظهر. أوه ما جا. وأنا فشلت ركبتي وكانت بجانب فتاة، وقلت في قلبي ولن أخذ أي حقن، ودخلت تحت الطاولة وتحجرت تحتها وبدأوا يحاولون إخراجي، لكن أنا لم أخرج، أصبحت جزءا من الطاولة. فشبعوا علي ضحكا، أنا أحمر وجهي ولم أعرف ماذا أفعل، هذا شيء لم يره من قبل. كنت صغير وكانت لي قوة الإمساك بالأشياء، ورغم ذلك لم أخذ الحقن. يب، تغلبت عليهم، لكن الثمن أنني أحرجت كثيرا ذلك اليوم. الموقف الثالث وهو في الجامعة. كما تعرفون الأساتذة هناك يقومون بإعطائنا بحوث ونحن نعمل عليها، ويجب العمل عليها وإلا لن تحصل على أي نقطة. المهم، اتفقنا أنا وأربع أصدقاء على العمل معا، يعني نحن خمسة، وكان أمامنا مهلة أسبوع للعمل عليه، وهم من قام باختياري كمسؤول المجموعة، وأنا لم أكن أرغب بذلك. المهم، أنا كنت مشغولا بكثير من الأشياء في ذلك الأسبوع، تراكمت علي أشياء عديدة ولا أحد فينا قام بعمل ذلك البحث، والغد هو اليوم الموعود، فقام الجميع بمراسلتي على صفحتي. إذن عبد، هل انتهيت منه؟ ماذا فعلت؟ أخبرتهم أني لم أفعل أي شيء لشغلي. المهم، كان علي إيجاد حل، قمت بنسخ البحث كما هو من الويكيبيديا وأرسلتها لهم وأخرجناها، يعني تسليك فقط. وفي الصباح جاء دورنا ونحن الخمسة واقفون في السبورة. قال الأستاذ أعطوني أرى البحث. بقي متأملا فيه بعض اللحظات ثم نظر إلينا. من أين أتيتم به؟ بحثنا يا أستاذ، بحثنا. من أين أتيتم بهذا؟ بحثنا يا أستاذ، تعبنا عليه حقا. يا نعم. ثم قال لنا هذا البحث منسوخ من الويكيبيديا. تلك الصدمة، الأستاذ هذا لديه اطلاع على الويكيبيديا وقال لنا خمسة أسود، الله يبارك، ولا أحد فيكم استطاع البحث مثل الناس. ودهال ما هذا الموقف. لكن الأمر لم ينتهي هنا، قال من صاحب البحث؟ فنظر الجميع إلي وأنا قمت بالنظر للأسفل، أحرجت، وجهي أحمر والحرارة شديدة في وجهي. الله يخليكم في موقف كذا والكل يناظر فيا، الأصدقاء، الطلبة والمعلم، وأنا كدت أنفجر يا رب العالي. كانت هذه بعض المواقف التي حصلت معي. إذا أعجبتكم الفكرة أخبروني بذلك في مكان التعليقات لأقوم بجزء آخر. هذا إذا أردتم، وسأحاول تذكر بعض المواقف. فقط إذا أعجبك المقطع قم بوضع اللايك واشترك فضلا وليس أمرا، وفعل زر التنبيه حتى تتوصل بما هو جديد. كان هذا كل شيء لهذا اليوم، كان معكم أخوكم دارك عبدو، مع السلامة. أوه آلي ليجان حبوا بلات واللي ميزان ماهيش في أمان فزدت سكنتها الغربان. آلي ليجان حبوا بلات واللي